ما تيجي بص يا كريم، هو انت هتكلمني على الميركاتو صح طبعًا. كده على الزمالك طيب. طبعا تعالى انا دايما هو السؤال، وتعالى انا وانت كده نتناقش يلا. في القصه دي يلا وندخل سوار معانا يلا بينا معلش هزعجكم يلا لا 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 انت يا نهار ابيض. انا دلوقتي يا كريم اي فرقه في العالم لما باجي بعمل صفقات خلاص انا بعمل حاجه من الاثنين، يا بعمل بعوض مثلا لو حد خرج فبعوض حد او هما ثلاثه يعني زي ما الاهلي عمل بالمناسبه. الاهلي هو ده الميركاتو اللي عمله، هو ما عملش ابجريد، ما عملش هو التدعيم في هيئه تعويض على اللي خرج ماشي مظبوط. طيب لو انا بعمل تدعيم لان انا عندي ديفو في حته معينه او ان انا بعمل ابجريد صح كده، تعالى نمسك مركز سريع. ابجريد يعني انا بحسن من التشكيله بحسن كمان بالظبط كده، يعني انا عندي كواليتي معين فعايز اعلى بيه عشان اعلى بالسكواد بتاعي تمام. او على الاقل نفس الليفل بالظبط كده. لا ما هو ده كده يبقى تدعيم، انا عايز ابجريد يبقى انا بعلى على اللي انا فيه، يعني انا عندي اكس لازم اجيب حد احسن من الاكس ده عشان يبقى ده بالنسبه لي هو ده الابجريد. طيب ماشي. تعال نمسك حراسه المرمى هل الزمالك محتاج تدعيم فيه؟ الاجابه لا. الزمالك محتاج ابجريد. هل موجود في الماركت حد اعلى من اللي موجودين في الاهلي؟ قولا واحدا نجيب من الاخر دي حقيقه، يعني حارس مرمى منتخب مصر الاساسي هو محمد الشناوي، فهو ده اللي موجود خلاص في الاهلي، فانت يعني مفيش حد افيلبل موجود في الماركت ان الزمالك يروح يجيب. هنختلف معاك انه في حراس مرمى كتير جدا في الدوري مميزين، بس مميزين انا بقى كده مش عامل ابجريد بس اللي جاري بيقوله انا بتكلم عشان افرق بس في فرق بين تدعيم وفي ابجريد. انا عندي عواد وعندي صبحي فانا خلاص الحته دي متقفله. لو قارنت على اساس استقبال الاهداف او المستوى في المباريات هتلاقي ان في لعيبه كليفل اعلى من صبحي بس انا هتفق معاك جاري في نقطه، انت فاهم قصدي طبعا كريم، ان انت عندك محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزه علاء في اخر معسكر للمنتخب، الثلاثه موجودين بس كده فهمت قصدي. فانت هم لو دول برضه نفس الكلام سمر يعني طبعا محترمين رأيها لو كده كانوا جم راحوا منتخب 100% 100% فاقفل حته حراسه المرمى. قبل الميركاتو كان الزمالك محتاج تدعيمه وابجريد وكل مش ابجريد عشان فتوح بس خلاص في وضع انه لازم بعد عبد الشافي وخروج عبد الله جمعه ومشكله فتوح لازم اجيب، وعملت التدعيمات فقفلت الباك ليفت. الناحيه الثانيه احمد محمود وعمر جابر واصلا حمزه المسلوسي باك رايت بس هو تحول الى سيرد باك. نيجي بقى للكارثه الكبرى اللي هي اتكلمت فيها سمر، انا بقى كمان عايز اعلي على سمر، الزمالك مش محتاج مساك واحد يا كريم، الزمالك محتاج مساكين اثنين مساكين طبعا. ولو جوزيه جوميز لو جوزيه بحاول اقنعه بمدافع واحد، ما هو انا دلوقتي اصلا انا عايز الساده المشاهدين كده او المشجع الزملكاوي يبقى معايا وهو واحنا بنتكلم يا كريم هو يردد ده. انت معاك مين دلوقتي؟ عن حمزه المسلوسي، حسام عبد المجيد، الونش لسه هيرجع، الونش هيرجع، الزناري بس في حد تاني؟ مين تاني؟ هو الدكه النهارده ما كانش فيه غير الزناني؟ مفيش تاني. الناشئين بتوع اللي لعبوا فانا هنا كده دول زياده يدوني عمق، لكن انا بتكلم تدعيم وهو ده اللي انا بكلمك فيه يا كريم. احنا كده اتفقنا ان باك ليفت متقفل، باك رايت متقفل، حراسه المرمى متقفله، مش محتاج حد فيهم تدعيمات ولا ابجريد. روح بقى على مين؟ مركز قلبين الدفاع. انا محتاج ابجريد. انا بشوف ان حمزه المسلوسي دلوقتي من احسن اللعيبه اللي موجوده في الدوري بتلعب في المركز ده، وبشوف حسام عبد المجيد راجل اساسي منتخب مصر اولمبي، ولا مش يعني مفيش حد افيلبل اقول لك ابجريد، لكن انا محتاج تدعيم يعني ايه؟ اعمل عمق لتشكيلتي. فانت السرد المركز ده انا محتاج اثنين على الاقل ماشي. تمام ماشي. واضعف الايمان زي ما بيقولوا واحد مدافع واطلع حد من الناشئين ماشي. فانت كده بنتكلم على الميركاتو ادي اثنين كده على اثنين عدد لعيبه. طيب مركز ستة محتاج تدعيم وابجريد. ازاي؟ يعني محتاج لو عرفت تجيب كواليتي عالي لازم تروح تجيبه في المركز ده، ملهاش حل. لو ما عرفتش حد مكان دونج، لان لو دونج ما بقاش موجود في سته الزمالك هيعاني. مين هيلعب لك سته يا كريم؟ انا همشي معاك اهو، مين النهارده يلعب سته؟ زياد كمال؟ مش بقلل من زياد، بس زياد ما اداش كرامات لسه للزمالك، وانا ما بشوفش ان زياد. اسالك سؤال، شحاته ما يقدرش يعملها؟ انا بشوف ان شحاته برضو بص يا كريم الناس مديه حمل على شحاته ازيد من يعني زياده. شحاته هو لعيب سكواد بلاير، لعيب كويس طبعا، لعيب كويس، صفقه هايله طبعا، صفقه هايله، بس ما يروحش بعيد ابعد عن الحته دي، ما تشيلوش حته هو لسه مش قادر يشيل الشيله يعني ماشي. فانت قلت لي الزمالك محتاج طبعا ده في كارثه ثانيه ان جوزيه جوميز بيلعبوا باك رايت او قناعاته تبقى باك رايت، فاحنا عندنا مشكله. لو هو في الطوارئ افهمها، لكن لو هتعتمد عليه باك رايت لا دي مشكله كبيره. شحاته لازم يلعب في مركز نص ملعب، عشان كده بقول لك تدعيم. مركز ستة محتاج تدعيم وابجريد ماشي. لو ما عرفتش ابجريد فانا خلاص. لازم تدعيم، فانا مغمض، يبقى الثالث صفقه مين؟ مركز ستة ماشي. 8 مش محتاج ابجريد، انا عندي عبد الله السعيد، عندي ناصر ماهر، احمد حمدي لما يرجع صحيح. فانا كل اللي عايزه تدعيم، حد
وشحاته انا عايز تدعيم. وفي بقى زياد كمال عندك سيف فاروق جعفر لو كمل قعد موجود، كل دي لعيبه تقدر ان هي تلعب في مركز 8. تعال نروح على الاطراف، انت جبت اللي هو البولندي مشلاك ده خلاص، انت راجل موجود معاك مع مصطفى شلبي مع زيزو، عندك شيكابالا ابجريد. انا تخيلي لا انت مش محتاج تدعم في المركز الجناح، لا انت ما عندكش مشكله في الحته دي. المهاجم مع المهاجم الزمالك بقى عنده بروفايلات كتير يا 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 كريم، بس سيبك من بوبينزا لان صفحه واتقفلت ماشي. هو انت لو كنت رحت بوبينزا كان الموضوع خلص في الحته دي، لان انت كنت لازم تعمل ابجريد. بص يا كريم انا بشوف ان سيف الجزيري مهاجم كويس، بس لو انا هعتمد على سيف الجزيري كنادي الزمالك ان هو ده الحل ليا يبقى هو الحل طول الميركاتو، مش ده الصح. لان سيف هو بروفايل واحد لما هتيجي تلعب، وفي رايي النهارده هو كان بادئ عشان كده فكره ان بلعب بره الملعب. فسيف الجزيري هو من افضل المهاجمين الموجودين داخل القاره اللي يلعب في المساحات وبيهاجم المساحات، هايل عنده الحته دي. لكن لو بيبقى عندك تكتلات لا سيف ممكن بيواجه مشكله. سيف اتفرج عليه في ليه بيتالق في مباراه الاهلي مثلا، يعني بديك مثال، تلاقيه في مباراه بيراميدز لما تيجي تلعب مع الفرق الكبيره ممكن يبقى فيه مساحات شويه كريم، فتقدر ان انت تستفيد بسيف. عندك عمر فرج مهاجم مختلف، حسام اشرف مهاجم مختلف، خرج سامسون طبعا بقى احنا الموضوع بعيد شويه، اعتقد ناصر منسي معرفش الراجل هيبقى عنده قناعات ان هو هيكمل ولا لا. لكن الزمالك لازم ابجريد. ابجريد هنا يعني ايه؟ مفيش لعيب مصري اصلا موجود في الماركت متاح، انت لازم تروح على صفقه محترف نفس فكره بوبينزا. واللي خلاك تقنع بوبينزا ان هو يبقى موجود ويمضي معاك وكنت هتدفع له فلوس دي، اعتقد ان الزمالك يقدر يدور في الميركاتو ده، ولازم يروح على مهاجم اللي هو فكره يا كريم نفس خليني اجيبها فيستون مايلي مع بيراميدز. الراجل في عدد مباريات جايب 22 هدف، نسبته جيده جدا. فالزمالك لازم ابجريد مهاجم 6 و8 لازم يدخل يعمل تدعيمات واثنين مساكين. انا في رايي هو ده اللي لازم الزمالك يعمله. الزمالك لو ما عملش كده ايوه نجيب من الاخر، عشان انا بحب الناس تبقى ما تحطش امال كبيره. ايه انا عارف ان انت بتحب تجيب من الاخر من الاخر، يعني الزمالك لو ما عملش كده في رايي بطوله الدوري تبقى صعبه جدا. امله يخطف سوبر، مباريات النوك اوت ده، كونفدراليه، كاس، اللي هي البطولات اللي هي مش محتاجه استمراريه، فاعرف ان انا اخطف يخطف فيها. سوبر مصري ولا افريقي ايا كان بقى. نروح لفاصل. نروح لفاصل ونكمل مع احمد الجواري وسمر صلاح، خليكم معنا.